اوكي، رجعنا لكم بعد ما سوينا الريستارت اللعبة. صراحة شيء سامج صراحة، يعني ما معليش يا سكوير انكس، شوفوا لعبتكم الخربانة وش فيها. معليش يعني انه كذا يخرب علي متعة اللعبة ويخليني اطلع من اللعبة واخش وما ادري ايش، لا كذا عيب، كذا مرة سماجة. انا اصلا قاعد امشي في الطريق الصح ولا لا؟ والله ما ادري. طيب هذا ايش؟ هذا مدفن شكله، خلصناه. ايش هذا؟ طيب حنا نبي نروح هنا، كيف نروح هناك؟ ما ادري، في طريق من هنا وفي طريق من هنا. اقول بروح من هنا بس. اي 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 اي, أي. كذا بنروح بنجيب العيد. كان في حبل هنا سحبت عليه. المهم هو في طريق من هنا، كويس، نايس، جميل جدا، جميل جدا جدا. اوكي، فجأة سيتولى الآخرون أمرها. أما سيتولى الآخرون أمرها، ايش الحكاية؟ اي اي وات اي ايش اللي لا مكان تلجأ إليه؟ ايش اللي بس الثاني هذا راعي الدرع راح هرق للمدرع يا حبيبي، راح شكرا. اي 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 يا اهبل يا اهبل، اي ما اشوفك، امسك في وجهك. اما سنقضي علينا، ايش الجبن هذا يا جماعه الخير؟ احا اي اي وقر، اح بغيت اطف امها. اسكت 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 اسكت. اوه يا الانفجارات، اوه يا الانفجارات. نطلع لهم الاكل الجديد يا حبيبي. احا لا 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 لا، مش كذا مش كذا يا جماعه الخير، مش كذا يا جماعه الخير. احا عشك عشك، بس هذا راح امه. تعال انت لو سمحت شت، لا بس على الاقل الرقبه شت. بس الامو حقي بيخلص، الامو حقي خلص. طلقه في الراس، نعم نعم. اديني العلوم الكويسه يا صديقي عشان ابغى اخذ منكم كل الامو، صرفت عليكم امو كثير يا حبيبي. هذا ايش؟ ايش هذا؟ ما ادري ايش مسوين له هو بالشكل كذا، احس انه في شيء لكن بسحب عليه ما احتاجه. اديني الشيء ذا، شيء ذا، ما شيء هنا، خلاص فل فل كل شيء يا حبيبي، فللنا. المهم الفاس حقنا ما اظنه بيتحمل عاد، فلينا امه. ابو اللي عالق، طيب نحاول مره ثانيه. ابو اللي عالق، طيب هذا القماش قد يشتعل. والله يا فكره، طيب ابو اللي يشتعل. طيب ما يد قماش مقايدة الذخيرة. اوكي مرتين عند اختيار اسلحة تغيير. اوه اوكي اوكي كذا نار، حلو، يعني يمدينا نغير بين اسهم النار واسهم ال، طيب هذه اسهم النار. ايوه ولع يا حبيبي ولع. اديني بس ايش هذا؟ اي ايش جوك انت؟ ايش جوك؟ اي اي المفروض يهاجمني ذا ولا يسحب علي زي كذا؟ اصبر اصبر خلينا نشوف ايش وضعه. وش وضع ذا ما يموت؟ ما ادري ما ادري عنه، شكله المفروض ما يموت. ما ادري، طلقت عليه يا رجل سهم، فجرنا فيه بتاع برميل ذا. او خلاص هذا انفك كذا، يلا يلا خلنا نولع او نشغله او لفلفه او ما ادري ايا كان.
الله يا ابوه فك على خير. كفو. اوكي او في مخيم هنا، نايس. اوكي عندي نقاط مهارة، جميل جدا. خبير الفؤوس ولا استخدام التراب والصخور، كيف؟ طيب هذه ايش اسوي فيها؟ وريني كيف. اضغط بي لتزحف ثم ياه مشاوير، لازم اني اضغط وما اضغط. استخدام الفأس تجد ضربات مميتة نحو اعدائك، اوكي. تفادي مضاد. بعد مراوغة العدو اطلق سهما نحو الركبة، اترقهم معرضين للموت. نعم نعم، هذه بفتحها. طيب ديني، شكرا. اوكي بس خلاص يلا. في تطوير للسهم؟ لا ما في تطوير للسهم. في تطوير للرشاش اللي ودي اطور الامو حقه. لا يزيد معدل اطلاق النار. لا تقلل ارتداد. والله يعني نحتاج نقلل ارتداد منها انه يعني نزيد ال هذا يبيله قوي الزبده. كيف تعد؟ لا ابغى اقوي الامو. خزان طويل؟ لا. لا ما يستاهل. مسدس. اوكي ها. هذا العجوز وش اللي ماذا يجري؟ ما انت شايفه؟ ها بغيت اروح في امها ولا هي مفروض اروح في امها؟ ما ادري. ما ادري بصراحه. اي لا مو من هنا عاد، ولا الا من هنا. هل هذا مخبأ سري؟ ادينا كتاب خلينا نشوف ايش فيه. والعشرون من تشرين الاول. لا لا تقول لي عاد الرابع والعشرون، ما ادري الخامس والعشرون. اللي بيقرا الكتاب ذا يقراه عادي، يوقف الفيديو ويقراه، لانه ما الام خلق اقرا في الرابع والعشرون من تشرين الاول. نعم نعم. امو فل، امو فل. بس كذا اح والله طاح طيحة محترمة يا حبيبي. ايوه ول السلم راح في امها. فين ايش اللي اما عندهم بعد انذارات؟ اي وخر 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 وخر، انا بنتعرض للاذى يا حبيب. اسكت 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 بس، هيفضح ام امنا ذا مشغل ام الجرس. يا لي رجع يشغل الجرس، بس انا الدايناميت هذا بيجيب فيني العيد. موت انت وجرسك. ما ادري اطلق على من. اشوف جاء واحد ثاني. عاد امامت استح على وجهك. لا خف علينا يا، انزل انت. اي 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 وات ذا هيل وات ذا هيل مان. ريلاكس باتمان ريلاكس. ايوه ريلاكس بادمان. بس عندك شيء هنا؟ في واحد نازلني؟ لا في داينامت جاي لوجهي يا حبيبي. والله داينامت كثير مره، والله داينامت مره مره كثير. اي 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 والله انهم كثيرين. احا موت موت ارجوك. لا 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 واه 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 واه. انا كيف اتفلت عليهم دالحين؟ ما عندي لا امو ولا بطيخ، او ما عندي امو في الرشاش يعني. طيب تعال 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 ابغاك انا لو سمحت. اح اختفى. تحس اختفى كذا ما ادري ليه، تذكرني في لعبه من الالعاب.
اذا اختفى، اذا طاقت كذا على الواحد اختفى، ما ادري ليه. تعال لو سمحت. ما ادري هل السهم الناري ضعيف؟ شكله. اي هذا هذا اللي كنت اظنه، السهم الناري ضعيف. هذا ما مات؟ المفروض انه مات. ايوه. لارا انت حية. غرم. اين الاخرين؟ ما زالوا معتقلين في الداخل، لكنني اعرف مكانهم. اصعدي لننقذهم. لا يمكنني التسلق الى الاعلى. اللعنة. لديهم ما يشبه جهازا لرفع الاثقال، استخدميه لتأتي من الجهة الاخرى. حسنا، سافعل ذلك. اوكي تلفريك. تلفريك يا حبيبي. بس كيف نروح لهم؟ هذه مشكلة. اوكي من هنا بس. اول شيء خلنا ناخذ المعدات. ايوه صرفنا نص الامو عليهم. الله ما يستحلون، معليش. ايش احد يصرف كذا نص الامو؟ معليش. اي طيب ايش في دخله من هنا؟ اوكي تعال يا مستر كنز مختفي. اوكي قل. اليابان كانت ثياب الرجال من دون جيب. اوكي نروح. صناديق صغيره تستعمل لوضع الاغراض اشبه بالمحفظه. يعني ما كان عندهم جيوب. نايس. ما ادري ليش بس احس الطريق من فوق، ما ادري ليه احس الطريق كذا. هذا انا اخترعته ولا اوكي. لا اجل ما يمدي نطلق على هذه الا اذا قربنا مره. دجاجه معلش ذبحتك عشان ناخذ العلوم الكويسة من عندك. اذبحك ولا لا؟ ضعيفة. فقعت فقعت. اي تعال تعال. وين رايح وين رايح؟ تو في خنزير شطف كذا. اي وش مسوين فيه ذا يا حبيبي؟ هذا مو بذبيح، هذا شيء ثاني. جايبين في ام العيد ذا الغزال اللي تو ما ادري اين كان الحيوان اللي ميت. اوكي في صندوق هنا جميل جدا. عطنا المقتنيات يا حبيبي. شكرا. ما ادري ليش بس حاسس ان الطريق غلط. في شيء هنا. هذا واحد من الناس اللي ينحرقون. لازم نطب على تحت كذا، بعدين اطرق عليه عشان يولع. بعدين نروح ساحبه زي كذا عشان يطيح. هذا من نوع التماثيل اللي يطيح زي كذا. هاي وات ذا هيل. في صندوق هنا جميل جميل. انا احب اجمع في الالعاب اللي زي كذا عشان انه يعني ما ننحشر بعدين، يعني ما نتورط كذا. نروح من غير سلاح من غير اي شيء، ناكل امها ما لها داعي. اظن الطلعة من فوق هذه، اظن هي الطلعة من هنا عشان نروح للتلفريك حقهم ذا. على ما اظن. ولا المكان ذا مألوف. اوكي احنا رجعنا في المكان اللي ما بدينا فيه. طيب حلو حلو جدا. بعد كيف نطلع فوق القرم؟ ما ادري. هذا ايش؟ ليش كذا ميتين؟ والله الوضع غريب لكن فلة، ما ادري ليه. احب كذا الغراب اللي تجيك كذا يعني. ها
يعقد كذا، بس فجأة كذا انك تلاقي الحل قدامك.